تحياتي للجميع. بعد كورونا همنا اليومي، صحيح انه عدد الوفيات والاصابات بلش يتراجع، ولكن الخطر ما تراجع، خصوصا مع انتشار انواع جديدة من الفيروس. تدابير الوقاية وخاصة الكمامة والنظافة والتباعد هي الاساس، بانتظار وصول كميات كافية لكل الناس من كل انواع اللقاحات المتوفرة. الدولة كلها عم تعمل شغلة بهالخصوص، من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الصحة، ولكل واحد منا قادر بعلاقاته وبإمكانياته يساعد بتأمين أي كمية بتسرع بعملية التلقيح الوطنية ليوصل اللقاح لكل اللبنانيين من دون ترجح سياسي، بل بروحية الواجب الوطني. درعنا اليوم هو الجسم الطبي والتمريضي يلي عم بيقاوم بإمكانيات محدودة ليحمينا من هجمة الموت علينا كلنا، أهل وأصدقاء وأحبة عم بيسقطوا قدامنا، منبكيهم ومنحمل ذكراهم الطيبة معنا. عم بيتهاوى كمان أكتر وأكتر الاقتصاد العالمي، واقتصادنا أصلا منهار، وكأنه ما بتكفينا أزمتنا الصحية المالية والاقتصادية، إجينا فوقهم نكبة انفجار المرفأ يلي قتلت وجرحت أهلنا ببيروت ودمرت جزء من عاصمتنا. وهون بدي أقول إنه ما في كلمة عزا لليوم تنقال لأهل الضحايا إلا الحقيقة، لأنه حق المعرفة مقدس بعد 6 أشهر من الكارثة. حقنا حقهم يعرفوا مين مسؤول عن هالكارثة ومين سببها. اليوم صار في قاضي جديد، وهيدي مناسبة للإسراع بالملف وتصحيح كتير أخطاء قضائية حصلت. الناس حقها تعرف أولا مين أدخل النيترات ومين استعمله واستفاد منه، وتانيا كيف ومين تسبب بتفجيره عن قصد او عن اهمال، واخر شيء مين اخطا او تلكأ وظيفيا واداريا عن قصد وعن غير قصد. القصة ما بيصير تنحصر بس بالموظفين لنغطي على البقية، لانه هول الموظفين اقصى جرمهم هو الاهمال الوظيفي، بينما الاخرين اقل جرمهم هو القتل قصدا. ما بتخلص القصة انه عدد من الامنيين والموظفين الاوادم متهمين بالقتل عمدا، بينما المجرمين الفعليين ظامطين. بالشق الوظيفي ما بيصير يلي عامل شغله ومنبه وكاتب وما عليه شيء بيتوقف، بينما اصحاب المسؤولية المباشرة بينتركوا. موقفين بعض الأوادم قال شو؟ عم بيحمون من القتل، وتاركين يلي دخلوا البضاعة وحميوها واستعملوا قسم كبير منه وتركوا القسم الباقي بحالة معرضة للانفجار. نحنا بدنا الحقيقة، ومش معقول ننترك بين خيارين. واحد هو القضاء الدولي يلي ما بنعرف لوين بيوصلنا، والتاني هو القضاء اللبناني ساعة متباطئ خوفا من اي نتيجة مفزعة، وساعة متسرع خوفا من السوشيال ميديا، وساعة مستنسب لتوازنات طائفية او حزبية او مؤسساتية. يلي عم بيلعبوا بهيدا الموضوع مكشوفين إلنا، ان كانوا بالامن او بالقضاء. نحنا بدنا قضاء سريع شريف شفاف، واليوم في عنا فرصة جديدة نشوف هالشي عم بيصير. نفهم عدم المس بسرية التحقيق، ولكن لازم كمان يكون في تفهم من القضاء لمطلب الإسراع بإصدار التقرير الأولي للتعويض عن المتضررين من شركات التأمين، وعدم التباطؤ بإصدار القرار الضمني. بدنا قضاء بيشغلوا ضميره مش الإعلام، قضاء جريء ونظيف وفعال. في 207 شهداء بدهم أهلهم الحقيقة كاملة،
من دون ظلم وتجني على حدا، ومن دون تغاضي وتبرئة مزيفة لحدا. يا قضاء لبنان، الصرخة إلك اليوم، بعود عنا كاس المطالبة بالقضاء الدولي، رجع لنا الثقة فيك ورجع للناس الأمل بالحقيقة. أهلنا وأحبائنا، بلدنا عم بيمر بأخطر أزمة وجودية من وقت نشوءه. الحس الوطني بيقول أنه لازم نواجه بإيد وحدة هالأزمة يلي خسرت شعبنا مدخرات حياته، من دون ما نتخطى محاسبة يلي تسببوا بهالخسارة. للأسف أنه يلي تسببوا فيها مثل العادة ما تحاسبوا، ولأن ما تحاسبوا بيشوفوا بهالأزمة فرصة ليخلصوا من يلي ممكن يحاسبون، وفرصة ليحققوا مكاسب سياسية علينا على حساب الوطن ووجوده. عم بيتسببوا بوجع الناس ويستغلوه ليضغطوا علينا سياسيا ويكسرونا. هن بيعرفوا انه وجع الناس وجعنا. نحن تربينا سياسيا على محبة الآخر واحترام اختلافه عنا، ومنتعاطى مع الناس على أساس الأخلاق، ولكن مش الكل عندهم نفس السلوك. الأزمات الحادة تكشف معدن البشر، وكل واحد قريب أو بعيد بيبين على حقيقته وأخلاقه. كنا مفكرين أنه الأزمة ب 17 تشرين لما بلشت كانت بتخلي رئيس الحكومة وقتها يتحمل المسؤولية مع شريكه الدستوري رئيس الجمهورية، مش ينقلب عليه ويطعنوا بظهره ويستقيل من دون حتى ما يخبره، ويركب موجة الحراك ليتنصل من المسؤولية ويحملوا إياها. وكنا متأملين أنه بعد أكثر من سنة على الأزمة أنه يكون تعلم منه ويتصرف بمسؤولية وروح وطنية، وما يرد البلد لفترة اعتبرناها انتهت. اعتقدنا أنه شعار لبنان أولا معناه حماية النساء الوطني والوحدة الوطنية، ووضع لبنان فوق كل اعتبار خارجي، مش لنرجع لخطاب الاستقواء بالخارج لتخضيع شريكنا بالوطن. نحن نحمي بعضنا بالداخل، وهيك منمنع حدا من الخارج يعتدي علينا. تفاجأنا انه البعض رجع لبس ثياب الوصاية وعم بيمارس الفوقية والمس بحقوق الآخرين وكرامتهم. قبل ما فصل بموضوع الحكومة، ورح فصل فيه منيح، بدي أقول للبنانيين إنه نحن حاملين همومهم وعم نفتش على حلول للأزمة. بتشكيل الحكومة عملنا كل التنازلات لدرجة عدم المشاركة بالحكومة، وبلغنا هالموقف من البداية، وقلنا نعطي الثقة للحكومة إذا تألفت بمعايير وحدة، وإذا لا بتقدر تاخد الثقة بلينا. تذكروا عطول هالشي بكلامي عن الثقة، هن بيقدروا ياخدوا الثقة بلينا، ولو ما في مسائية نحن وجع الناس ماشي، ولكن ما بيقدر حدا يجبرنا نعطي الثقة لحكومة ما بتحترم معايير الدستور والشراكة، وإلا بيعتبرنا معطلين. بدهم ايانا نشارك غصبا عنا وبشروط مش مقبولة، وإلا بيتهمونا بالتعطيل. ما بدنا نشارك شو بالقوة؟ نحنا ما سألنا عن الشكليات، ما سألنا وما طلبنا بوزارة أو بعدد، وقبلنا بكل معيار أو شرط بيطبق على البقية، وهيدا اسمه وحدة المعايير. يلي ما عم يفهم معناها أو ما بده يفهم، هيدي هي وحدة المعايير، تتطبق على الكل. قابلين بأي حل بيحترم النساء، بيلتزم بالدستور وبيساوون الحقوق، ولكن فهموا تساهلنا ضعف، والسكوت عن التطاول اليوم علينا انكسار. بمعركة الدفاع عن الحقوق ما حدا يرجع يحاول يجربنا ويفكرنا تغيرنا، ولا حدا يستسهل السطو على الحقوق أو يستنسخ تجارب فاشلة.
ما رح نخليكم ترجعوا الزمن 30 سنة لورا. ومع هيدا وكله بدنا نأكد، أولا نحن بدنا حكومة، لأنه مش معقول العهد يكون بده يترك حاله من دون حكومة. ثانيا نحن بدنا حكومة بسرعة، لأنه مش معقول العهد سموه العهد، مش معقول يكون بده يخسر من الوقت يلي بقيله. بالعكس يلي عم بيسوقوا لهالشي هن يلي عم بيشتغلوا انه العهد يخسر ايام اكتر من دون حكومة، وحتى لو انهار البلد بيقولوا علنا انه العهد لازم يخسر اكتر ولو انهار البلد اكتر. هاي معادلته، مش مشكلة ينهار البلد، المهم يسقط ميشيل عون. ثالثا نحنا صار بدنا حكومة برئاسة الحريري، رغم قناعتنا انه ما بيقدر هو يكون عنوان للاصلاح، ومشان هيك ما سميناه. ولكن من بعد ما تسمى خلافا لرغبتنا، هيدا الواقع بدنا نتعامل معه، وصار في مصلحة من بعد ما تسمى انه يشكل حكومة ويتحمل المسؤولية مع الرئيس والكل من بعد ما هرب منا بتشرين 2019. نحن ما منفكر لا بأنانية ولا بمصلحتنا الخاصة، ولكن هيدا الواقع انفرض، ربحت غصب عنا المصلحة الخاصة على مصلحة البلد العامة. رابعا بنفس المنطق بنفسه، نحن مصلحتنا الخاصة ورغبتنا انه ما نشارك بالحكومة. اذا اليوم نحن شو بدنا؟ بدنا حكومة بسرعة برئاسة سعد الحريري ومن دوننا، يتفضل يتحمل مسؤوليته، هو المكلف مش نحن، يعمل حكومة من دوننا ولا بقى يضيع وقت ويرمي الحجج على الغير، يشكلها من اختصاصيين أصحاب قدرة، يشكلها على أساس العدالة والدستور اللبناني مش على هوى البعض. يلي مأخر يا أحبائي الحكومة أسباب خارجية نتركها لوقت لاحق إذا لزم، وأسباب داخلية هي يلي بتهمنا ونعرف نحن نشتغل على أساسها. واسمعوها منيح، ثلاث أسباب: الخروج عن الاتفاق، الخروج عن الأصول، وقضية العد. أول شيء الخروج عن الاتفاق العلني يلي حصل بيناتنا على الطاولة مع الرئيس الفرنسي والمعروف بالمبادرة الفرنسية. أولا نحن اتفقنا على حكومة اختصاصيين برئيسها وأعضاء، واتفقنا على السفير مصطفى أديب للرئاسة، تم تطييره من يلي حملوه شروط هو ما بيقدر يحملها، وأساسا البلد ما بيحملها وما بيمشي فيها، مثل ما طيروا قبله ثلاث رؤساء حكومات تكلفوا واتفقنا عليهم: محمد الصفدي، بهيش طبارة، وسمير الخطيب. بعدها كسر قاعدة الاختصاص ورشح حاله وقال من قصر بعبده انه هو ما بيقبل بحزبيين وبغير اختصاصيين، لا يوحي انه الرئيس عم يطلب هيك. طيب ما كلنا متفقين على موضوع الاختصاصيين، وما حدا طالب غير هيك، وما حدا كسر هالقاعدة الا هو. تانيا اتفقنا على حكومة مهمة على فترة محددة. اليوم الكل صار بيعرف انه طير الفترة المحددة، والشروط يلي عم بيحطها بتدل انه الحكومة باقية لاخر العهد، علما انه موعد الانتخابات النيابية قبل اخر العهد. ثالثا اتفقنا على البرنامج المحدد، وهيدا المهم، هيدا اهم شيء. وين صار هالبرنامج؟ وين صار؟ في اشياء ما بدها حكومة، بدها مجلس نواب، ومتفقين انه فينا نعملها من دون حكومة. وين قانون الكابيتال كنترول، ضبط التحويلات للخارج، تما نحكي عن قوانين الشراء العام واستقلالية القضاء؟ هيدا قانون الكابيتال كنترول كان لازم يطلع بعد اسبوع ماكسيموم من 17 تشرين، شو المانع ما طلع من وقتها؟ ببساطة بدهم الأموال تضل تتهرب استنسابيا للخارج. هيك صار وهيك بعده عم بيصير لليوم. نحنا ما تركنا شيء وما عملناه
لنحمي أموال الناس من أنها تتهرب لبرا. ما رد علينا لا المصرف المركزي ولا المجلس النيابي ولا القضاء. والأبشع من هيك أنه المسؤولين يلي محولين مصرياتهم لا أخلاقيا لبرا بينظروا علينا بالإصلاح وبالوطنية. من هيدا النايب يلي بيتمنى الموت للناس وصولا للمؤسسات الدينية. هلأ في شيء جديد وجدي عم بيصير بهذا الملف، وأنا بدي أنصح الحاكم بصدق أنه ينشغل بجدية على استعادة أموال تحولت لبرا، ويكون تعميم المصرف المركزي بإعادة رسملة المصارف باب لإعادة تنظيم القطاع المصرفي، لإعادة تكوين الاحتياط بالعملات الأجنبية، ولاستعادة بعض الأموال للمودعين. وكل مين ما بيتجاوب مع هالتعميم لازم، بفهم هيك أنا، تتاخذ الإجراءات بحقه بحسب الأصول المصرفية وكشفه. لأنه غلطان كتير يلي مفكر أنه بيسقط نظامنا المصرفي وما بتسقط معه المنظومة المالية يلي ممتدة للسياسة وحكمتها وحميتها. أو أنه بينكشف هالنظام وراسه من دون ما ينكشفوا أركان المنظومة الحميته. وإذا حدا بيعتبرني أنا جزء من هالمنظومة بذكره أني أنا تعرضت لعقوبات ظالمة وانحطيت على لائحة الأوفاك. ولو عندي قرش أو سهم أو ملك بأي محل بالعالم كان انكشف وتسكر وانطنطنت الدنيا. من حيث لا ندري فادتنا العقوبات الأمريكية وعطيتنا أحسن شهادة. النقطة الثانية الداخلية يلي مسببة تأخير الحكومة هو الخروج عن الأصول والقواعد والدستور والمساء. نحن بدنا حل، والحل موجود بلبنان وبالدستور، لا خارج الوطن ولا خارج الدستور. الدول بتساعدنا بس ما بتاخد محلنا ولا محل الدستور. الحل واضح، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف شركة متساويين بعملية التشكيل، سوا لازم يتفقوا على كل شيء، على شكل الحكومة وعددها وتوزيع الحقائب والأسماء. هيدا دستورنا. أما نظامنا فهو تشاركي برلماني ولازم هن يأمنوا ثقة مجلس النواب للحكومة. وبهالمرحلة بدنا حكومة تكسب ثقة المجتمع الدولي إذا بدنا مساعدته. فإذا من دون رضا رئيس الجمهورية وموافقته ما بتتشكل الحكومة، ومن دون رضا رئيس الحكومة المكلف وموافقته ما بتتشكل الحكومة. مش واحد بيشكل الحكومة والتاني بيصدر مراسيمها. لما رئيس الحكومة المكلف بيقول لرئيس الجمهورية أنا بشكل وأنت بتوقع، بيكون عم يضرب وحدة البلد وعم ينحر الدستور. وبعدين بيصيروا يبكوا على الطائف، بينحروه وبيبكوا عليه. رئيس الجمهورية منه رئيس كتلة نيابية حتى ينقل له أعطيني أسامي وأنا بختار منه. إذا هو شهم مفكر الناس مثله وصدق أنه صار فيه التزام بكل شيء وفرجة مسودة أسماء أولية عن كل الوزارات والطوائف ليبين بأي نوعية وزراء عم يفكر، مش معناها بتصير بالإعلام وبصير أنه رئيس الحكومة هو بيختار منه. ويا ريته بالأول اختار منه. الرئيسين كل واحد بيختار أسمائه، والرئيسين سوا بيوافقوا عليهم، وساعتها رئيس الجمهورية بيصدر المرسوم. هيدا الدستور رو منيح. في قواعد بتأليف الحكومة بيعرفها الرئيسين منيح وممارسينها منيح، وبيتعلقوا بكيفية توزيع الحقائب بحسب تصنيفها على المذاهب والأطراف. والأسماء ساعتها بتجي بالآخر على هيدا الأساس. تأليف الحكومة منه لغز بده يحذره رئيس الجمهورية،
الاتفاق بيصير بين الرئيسين بشكل واضح وبيأمن حصول الحكومة على ثقة المجلس النيابي، وهيك بتتألف. إذا ما صار هيك معناتها ما في جدية وقرار بالتأليف. طب شو معنى إنه الكل بيعرفوا مظبوط شو حقايبهم واختاروا على أساس أسمائهم باعترافهم، ورئيس الجمهورية والمسيحيين ما بيعرفوا شو حقايبهم ولا كيف موزعين؟ ليه؟ ليه؟ لا يبقى في غموض وتحايل لوضع اليد. مثلا بدي أعطي مثل بتوزيع الحقائب. طيب معروف إنه المسيحيين عندهم بالحقائب السيادية 2 من أصل 4، في شيء؟ الرئيسين اتفقوا إنه رئيس الجمهورية هو هالمرة بيختار وزير الداخلية من حصة المسيحيين بدل وزير الخارجية، ورئيس الحكومة بالمقابل بيعطي وزارة الخارجية للمسلمين. كيف تتحول القصة وبتخلص؟ إنه رئيس الحكومة من جهة بيعطي الاشتراكي وزارة الخارجية والاشتراكي بيسمي، ومن جهة تانية بيختار هو الاسم المسيحي لوزارة الداخلية ومن دون موافقة الرئيس. أنا يمكن أنا كنت بفهم إنه رئيس الحكومة يصر إنه الداخلية تبقى للسنة مقابل إنه الشيعة أصروا على المالية، مع إنه معروف إنه الرئيس ما بيتفهم هيدي المعادلة وبيعتبر إنه الشراكة بتقتضي بعد 15 سنة من تمثيله لأكبر شريحة إنه ياخد إحدى هالوزارتين المالية أو الداخلية. الرئيس سليمان وكان ياخد الدفاع والداخلية سوا. شوفوا التحايل، أخذ الوزارتين الخارجية والداخلية وترك للرئيس وزارة سيادية وحدة هي الدفاع. هيدا ما صارت، وما بعرف كيف في حدا بيتفهم هالشي أو بيقبله. الروايات يا أخوان من هالنوع هي رواية، الروايات ما بتخلص. إذا واحد بده يخبر شو صار بهالمسار الوقت ما بيسمح، ولكن هيدا مثل على نتيجة الغموض ورفض تقديم لائحة واضحة بتفرجي وين نقاط الاختلاف مظبوط لواحد يحلها. كل زيارة باقتراح بناقض يلي قبله، لا يطلع بالآخر في ناس مش فهماني شيء وفي ناس حاصلة على كل شيء، وكله تحت ستار شو؟ الاختصاص. كأنه الاختصاص صار وكالة حصرية لحدا وهو وحده بيفهم فيه. طب ليش هالتعاطي الغير سوي بالعدد غير سوي، بالوزارات غير سوي، بالأسماء غير سوي، معيارين ومكيالين؟ طيب نحن نفهم ومنأيد انه دولة الرئيس متفاهم مع الثنائي الشيعي، وهيدا شيء منشجع، هيدا منيح للبلد. بس هيدا تحت الطاولة. فوق الطاولة بيتهجم على التيار وعلى رئيس الجمهورية ليغطي ويعود لشارعه عن تفاهمه مع محور المقاومة. مش وحده على كل حال، كتار بيعملوا مثله. بس بالمقابل كمان في شغل بالمنطقة على تفاهم سني شيعي، وهيدا نحن معه لأنه في مصلحة كبيرة للبلد ولألنا. لكن البعض فكره أنه بيترجموا التفاهم بالمنطقة، بيترجموا بتحالف رباعي جديد ويعزل المسيحيين. هالشي أنا بقولكم ما بقى يصير، لأنه أولا نحن ما مننعزل، ولأنه حزب الله ما بيلعب تحت الطاولة. أعزائي، بمسار الخروج عن الأصول ركبوا لنا آخر شيء خبرية 3+1، ولح خبركم شو قصته. أول شيء التلت منه تهمة، هيدا جزء من الدستور منصوص عن كيفية استعماله بالتفصيل كضمانة للشراكة بمجلس الوزراء، مش للتعطيل. هذا ضمانة الشراكة، وهو بحسب محاضر الطائف وشهادة عدد من النواب يلي شاركوا، ومنهم المرحوم جورج سعادة بكتابه عن الطائف، راجعوا وغيره كتير حكيوا. هو حق لرئيس الجمهورية وحده. هيدا الشيء كان أساسه
بالطائف تعويض لرئيس الجمهورية عن الصلاحيات المأخوذة منه وضمانة لدوره المسائي بالنظام. طيب يا سبتوا له هيدا التلت أو ردوا له صلاحيات أو تفضلوا تنروح على نظام جديد. طيب نحن إذا قابلين إنه الرئيس لوحده ما بحق له، ليه هو وأكبر كتلة نيابية مش مسموح يكون عندهم تلت الضامن؟ ليه؟ السنة عبر رئيس الحكومة عندهم صلاحيات أكثر بكتير من التلت الضامن، وباستقالة رئيس الحكومة بتسقط الحكومة. طيب الشيعة عندهم التلت الضامن بالممارسة، وكمان لأنه بخروجهم من الحكومة بتفقد نسائيتها وبتسقط. الدروز عم بيجربوا يقولوا أنه بحكومة 18 وباحتكار التمثيل لوليد جنبلاط وباستقالة وزيره تسقط الحكومة مسائيا. طب ليه المسيحيين مجموعين أرمان وكاثوليك وأرثوذكس وموارنة بدكم تمنعوا عنهم تلت الضامن؟ ما فيهم بهاي المنطق يكون عندهم مسيحية بكل مذهب لوحده. طب ليه؟ تاني شي بالتلت، بعدنا بالتلت. تاني شي نحنا بهالحكومة بالذات مش عايزين التلت، لأنه من جهة هيدي آخر حكومة بالعهد وأكيد ما بدنا إياها تستقيل، ومن جهة تاني لأنه الرئيس القوي لما بيمارس دوره عن حق بجلسات مجلس الوزراء ما بيحتاج للتلت بعدد من الأمور، ومن جهة تالتة لأنه ببعض الأمور التانية نعرف أنه نحن وحزب الله بيكون عنا التلت نظريا. وهلأ بشرح ليش عم بقول نظريا. نحن عنا ثقة أنه حزب الله بيلتزم بكلمته لما منكون متفقين معه، فإذا هيدا التلت من أمنه نحن وياه. تالت شيء وأهم شيء، اسمعوا لي منيح، هون أهم شيء، للرئيس ولا نحن طلبنا بالتلت زايد واحد. نحن ما منكذب ولا منخبي، لو بدنا منقول على راس السطح ومنعمل معركة عليها وبتشرفنا لأنه حقنا. بس لحقلكم ليش نحن ما طلبنا فيها، لأنه بحكومة اختصاصيين مستقلين وغير حزبيين الرقم نظري وما له معنى. بما يعنينا هي الرقم نظري، ولو أخذنا كل المسيحيين يعني لو أخذنا نص الحكومة ما بيكون معنا التلت. ليه؟ لأنه لما منختار ناس من النوع يلي ما بيلتزم معنا سياسيا نحنا ما منغش، نحنا عم نختار ناس ما بيلتزموا معنا سياسيا، وهيدي حكومة حسان دياب أكبر دليل. خدوا الوزراء يلي سميناهم اسم اسم بدون ما نعددهم، تعرفوا لهم تصاريحهم ومواقفهم وأفعالهم، أنه نحنا ما منمون عليهم سياسيا ولا بيعملوا مثل ما بدنا. اخترناهم وعارفين هيك، وغيرنا بحكومة حسان دياب اختار أسمائه وعرفهم غير هيك، وكل الناس شايفة هيدا الشيء. وإذا بتشوفوا الأسماء يلي كان عملها مسودة أولية رئيس الجمهورية وطلعوها على الإعلام بنية خلينا نقول غير أخلاقية، بتعرفوا أنه الأسماء يلي عم بيفكر فيها وممكن يختار منها هي مستقلة ومنها حزبية، وما في رابط سياسي مؤيد بيربطه معه، بينما أسماء الآخرين يلي انعرفت مش هيك. طب هيدا واقع مجتمعنا نحن، لما بتجيب تختار مستقلين ما تتفاجأ إذا ما التزموا سياسيا. هيدا الواقع نحن عايشينه بالنقابات بالإدارة المدراء بالسياسة وزراء ونواب، خاصة عن تيار شعبي مثلنا. هلأ هي مش مفخرة لقلهم لأنه الوفا نادر، ولكن هيدا الواقع. والأسماء يلي ممكن يختار الرئيس ما فيها ولا حدا مضمون صوته بالمعنى السياسي، ومع ذلك لا الرئيس ولا نحن طلبنا بالتلت زايد واحد. لما الرئيس وما يمثل بمجلس النواب بيكون عنده بس 6 وزراء بحكومة 18 أو 20 ما بيكون عنده التلت زايد واحد، إذا بتعرفوا تحسبوا.
لأنه من الأول انحكى واتفق وكررها آخر شيء السيد حسن بطلعته الأخيرة، أنه ما بيكون عند حزب لوحده التلت زايد واحد، مش التلت، التلت زايد واحد، ولكن مع حلفائه كل حزب طبعا بيقدروا يكون عندهم هالتلت زايد واحد إذا اتفقوا. رح ياخذ مثل الطشناط حلفاء، ولكن إن هن حزب مستقل وعندهم قرار مستقل، وعلى أساس قرارهم المستقل هن سموا الحريري ونحن ما سميناه. إذا بدكم تحسبوا العالم مع بعض، الكل عنده التلت زايد واحد، لا بل أكتر من هيك، دولة الرئيس المكلف هيك بهي الطريقة عنده النص زايد واحد، ويبدو أنه هيدا أحد أهدافه بتسمية وزراء مسيحيين. إذن قصة التلت زايد واحد هي قصة نظرية ومختلقة لهدف تاني، هو تسمية وزراء مسيحيين إضافيين. وهون بيت القصيد، وهون ايه نحن عندنا مشكلة، وعندنا مشكلة حقيقية، وهي المشكلة مش اليوم، هي المشكلة ترجع من سنة 90 وبكل الحكومات يلي انعملت من سنة 2005 إلى اليوم. وأكثر مرة ظهرت فيها بشكل فائع هالمشكلة لما تألفت أول حكومة بأهد الرئيس عون، وطلب وقت رئيس الحكومة يكون عنده أقله وزير مسيحي واحد، وزعل منا كيف منقبل أنه القوات يكون عندهم ثلاثة وأربع وزراء وهو رئيس حكومة ما عنده ولا وزير مسيحي. وكان جوابنا أنه القوات بيمثلوا المسيحيين وهيدا حقهم، أما هو مش حقه، وإذا بيريد يسمي مسيحي ما في مانع، لبل مستحب، ولكن بالمقابل منسمي سني. وهيك بهي الطريقة بهيديك الحكومة تم اختيار الوزير طارق الخطيب، وتكرر المنطق نفسه بالحكومة الثانية مع دولة الرئيس الحريري بالعهد. نحن منحبس هيدا الشيء التبادلي، وطلبنا على طول بحصوله مع كل الطوائف، ولكن هالمرة واضح انه بدهم يرجعوا لنغمة انه بياخدوا وما بيعطوا. خلصنا افتراء بقصة التلت زايد واحد وكذب على عواصم العالم، نعرف شو عم تخبروا، انه نحن بدنا ايه للتلت زايد واحد لنتحكم بالحكومة قبل العهد وبعده، لجبران باسيل يعمل رئيس جمهورية. مش هيك تنعمل رئاسة الجمهورية، وقفوا كذب على العالم. هيك حكومة بدها تعمل رئيس جمهورية؟ هيدي بتدل على نيتكم انتو بالسيطرة على الحكومة خلال العهد، ويبدو انه فكركم بعده. القصة انه بدهم يردونا لما قبل 2005، زمن الهيمنة على قرارنا، وبيلاقوا حجج تمثيلية لغايتهم، ودايما بيلاقوا مقدمي خدمات جاهزين من هيديك الايام. والمؤشر الحقيقي لتفكيرهم بالعودة لهي الحقبة هو كلامهم المتجدد عن وقف العد، وهيدا السبب الداخلي الثالث والاساسي يلي موقف تشكيل الحكومة. وهون منجي على الخطر الكبير، نحن كنا مفكرين انه التهديد بالعدد خلصنا منه، وانه ما بتتشكل بقى حكومة اذا تم استبعاد مكون من المكونات المسيحية، وانه المناصفة الحقيقية صارت من البديهيات. لانه انتبهوا الفرق، المناصفة العددية ولا مرة كانت المشكلة بالطائف وبعده بالتطبيق، المشكلة كانت بالمناصفة الحقيقية إذا بيطبقوها أو لا. يعني تبسطا، نصف العددي للوزراء للنواب للمدراء هذا ما في نقاش عليه، النقاش هو مين بيختارهم، ممثلينهم المنتخبين أو لا. الكلام أنه عدد النص محفوظ هذا أنا رجعت أسمعه آخر فترة من بعض المسؤولين الدوليين بحديثهم معي، واضح انهم كانوا عم يرددوه عن لسان حدا لبناني، لحتى طلع
وحكي فيها الحدا بلسانه، خلع وجه الاعتدال والشراكة ورجع يحكي بتربيح جميلة عن وقف العد. نحن ناس تربينا سياسيا على مبدأ انه المسلمين اللبنانيين بيحفظوا للمسيحيين دورهم الكامل ولو صاروا 1%، لانه عندهم قناعة المسلمين انه المسيحيين هن ميزة التنوع بلبنان. وتربينا انه المسيحيين اللبنانيين اختاروا لبنان الكبير للعيش مع المسلمين بدل الوطن الصغير، لانه المسلمين بيعطوا هالقيمة المضافة للوطن الكبير. بس مش هيدا الشيء يلي عشناه وتمارس علينا من 90 لل 2005. سياسة وقف العد دخلكم اترجمت بشو؟ بمرسوم التجنيس سنة 94 يلي عمل أول خلل ديموغرافي مفتعل بأكتر من 200,000 عيلة وملف واندفع حقه دولارات، أو بقوانين الانتخاب، أو بالحكومات الغير متوازنة، أو بالإدارة، أو بالاقتصاد، أو بالحكي يلي بعده عم بيطن بدينتنا إنه عون وشميل والتويني هول متطرفين، أما المسيحيين المعتدلين هن يلي منجيبهم على لوايحنا. ما في شي بينعمل لتكريس الأحباط المسيحي وهجرتهم من الدولة من 90 لل 2005 وما انعمل. وكنا معتبرين انه السوري هو يلي عمق وجزر الخلل الطائفي واللا توازن بالبلد، ولما خرج اعتبرنا انه شركائنا بالوطن رح يقوموا من تلقاء نفسهم بتصحيح الخلل وبناء شراكة فعلية. قاموا شو عملوا؟ حاصرونا بال2005 وعملوا انتخابات على قانون غازي كنعان، وعملوا حكومة بال2005 تسكروا فيها وزير واحد للقوات وزير سياحة، وزير واحد للكتائب وزير صناعة، من أصل 15 وزير مسيحي. ونحن أكيد ما قبلنا نفوت فيها هي الحكومة ولا نشارك بهيدا الشكل المهين. هن حاصرونا داخليا من 2005 لمنع الشراكة الفعلية، ونحن عملنا معارك من 2005 لليوم لاستعادة التوازن الداخلي بالحكومات. تدريجيا اشتغلنا لوصلنا للمناصفة الفعلية بمجلس النواب، تدريجيا لوصلنا للقانون الأخير ما فيه مناصفة فعلية بس قطعنا. وبرئاسة الجمهورية اشتغلنا لوصول العماد عون بال2016 من 2005، لنستكمل معه من 2016 نستكمل العودة للدولة. هيدي هي التسوية الرئاسية يلي عملناها بال2016، وجوهرها كان اتفاق على المناصفة الفعلية، وكل شيء تاني نحكى عنا غير هيك كذب. الحريري كان بده يعمل رئيس حكومة بصفته الممثل الأول للسنة بعد 5 سنين 6 سنين من خروجه من الحكومة، والعماد عون لازم يكون الرئيس بصفته الممثل الأول للمسيحيين من 2005. فحصل اتفاق على هذا الأساس، اتفاق الأقوياء بتمثيلهم، وما كان صفاء على حساب الإصلاح، وما كنا متصورين أنه بيرجع بيربحنا جميلة بفوقية بوقف العد وبرئاسة الجمهورية. نحن ما حدا بيربحنا جميلة، نحن حققنا أهدافنا بنضالنا وبقوة تمثيلنا، وما حدا من الأطراف السياسية وقف معنا إلا حزب الله. هيدا الحكي شهادة للتاريخ وهيدا للإنصاف. ما حدا من الأطراف الأساسية، القوات ما مشوا معنا برئاسة الجمهورية إلا لما أيد الحريري سليمان فرنجية، وما مشوا إلا مقابل حصة لألهم بالسلطة، وأصروا على توقيع اتفاق ورجعوا نكلوا بأساسه. الحريري ما قبل إلا على مضض بعد 2.5 سنين فراغ، جرب كل الأسماء لما يوصل لميشيل عون، ولما سكرت معه قبل فيه ليرجع هو لرئاسة الحكومة.
والشيء اللي عم يعمله اليوم هو لما تتكرر معه نفس التجربة الماضي، فبلا حكي فاضي عن التضحية. بيوقف العبد لما بتوقف محاولات الصلبطة على الحقوق، وهيك بتطلع الحكومة بسرعة. بس العتب على القيادات المسيحية اللي ولا مرة بيوقفوا معنا بمعركة الحقوق، وأكثر من هيك بيتمسخروا عليا بالإعلام، بيتركونا وحدنا. إذا ربحنا بيستفيدوا على ظهرنا مثل ما صار بالحكومات وبقانون الانتخاب، وإذا خسرنا بيفرحوا لأنه بيعتقدوا أنه بيخلصوا منا ومنصير على قولهم جبتة سياسية. أنا بدي أذكرهم بسنة 90 لما خسرنا خسروا، ولما نفينا انسجنوا، بس ما بيتعلم. واحد ما شايف بالحياة إلا رئاسة الجمهورية، واحد ما شايف بالحياة إلا كيف بده يربح على ظهر الحراك، واحد ما شايف كل حياته إلا كيف بده يربحنا، وهو عايش دايما بحياته على جانب الأحداث ولا مرة بقلبه. إذا ربحتوا بهيدي الشروط يا عيني، فكركن بيبقى شيء من الدور والشراكة لتمارسون؟ على كل حال نحن منكفي بهالمحركة ولو لوحدنا، ولكن منبقى وحدويين، ووحدويين بقناعتنا، بس مجبورين نحمل اللواء المسائية والشراكة بظل استمرار محاولات القضم الطائفية. نحن وحدويين لأنه الوحدة الوطنية بتقلق من الشراكة الفعلية. العدالة بالتمثيل والتشاركية الفعلية هي اللي بتقود للدولة المدنية اللي منريدها. أما الظلم والتعدي على الحقوق بيبرروا صدور أصوات الفيدرالية وحتى التقسيم، ونحن ما منريدهم. بس وقفوا التعدي. الطائفة هو يلي بيتعدى على حقوق غيره، مش يلي بيدافع عن حقوقه. هون في معتدى وفي معتدى عليه. الرئيس اليوم هو بموقع المعتدى عليه. المطلوب استئصال ما تبقى من دور لرئاسة الجمهورية وعدم تكرار تجربة الرئيس الأول. هي الخلاصة من تجربة العلاقة معنا يلي توصلت للمنظومة يلي حكمت لبنان من 90. وكيف بدكن ياهن يريدونا؟ هيدا نحن اللبنانية هيك. بالمقابل الرئيس الأسد مرة بيقول لي نحن مصلحتنا بسوريا من بعد ما تعلمنا من أخطائنا بلبنان إنه ولو بقي مسيحي واحد بلبنان لازم يكون هو الرئيس وصلاحياته قوية. وبيقول مصلحتنا بلبنان بسوريا وبالمنطقة إنه المسيحيين يبقوا بدورهم وبخصوصياتهم من دون ما يدوبوا، يبقوا قوية ليبقوا، لأنهم إذا رحلوا نفقد التنوع، وإذا فقدناه بيقوى التطرف علينا وبيصهب ضربنا من برا أكتر. السوريين تعلموا من تجربتهم ومن أزمتهم هيدي المعادلة، وبعض اللبنانيين بعدهم لليوم ما تعلموا من كل شيء صار فينا. فإذا نحن بما يعنينا القضية صارت أبعد بكتير من قضية حكومة نحن أساسا مش راغبين نشارك فيها ولا بدنا، وما منعطي الثقة ليلي بده يمد الإيد على حقوقنا، ويلي معتبر أنه هيدا الموقف هو تعطيل للحكومة وبده يينا نعطي الثقة. نحن كتيار وطني حر عنا مبادرة، هون ما دخل الرئيس فيها، هي بتعنينا نحن بالتيار لنعطي الثقة للحكومة بمجلس النواب. وبرجع بقول وبذكر نحن ما عم نعطل تأليف حكومة، بيقدروا ياخدوا الثقة بلينا، شو بدهم فينا؟ بس إذا بدهم ثقتنا عنا مبادرة. أول شيء يرفعوا عدد الوزراء من 18 ل 20، وهالشي مش لناخد وزير مسيحي زيادة للرئيس. نحن منقبل ياخدوا زيادة المرضى بس مش رئيس الحكومة. وأحسن
إذا بيرفعوا العدد ل 22 أو 24 ليحترموا مبدأ الاختصاص، ما يستلم وزير واحد وزارتين ما لهم علاقة ببعض. تاني شيء بالنسبة للحقائب، نحن بالتيار إصرارنا بس على العدالة والتوازن بتوزيع الحقائب بكل فئات، ما عنا مطلب. تالت شيء بالنسبة للتسمية، بدنا مبدأ واحد يتطبق على الكل، واعتمدوا المبدأ يلي بتردوا. نحن منقبل يلي بيقبل فيه حزب الله انه يتطبق عليه، منيح؟ لما بيقول رئيس الحكومة المكلف انه تسمية الوزراء السنة من حقه حصرا، وبياخد من الاشتراكي اسم وزيره، وبينطر من الثنائي الشيعي يعطوه وزراءهم، اذا بيكون عم بيقبل انه تشكيل الحكومة بيخضع لمبدأ فيدرالية الطوائف والكتل. وإذا هيدا المبدأ السايد لازم ينطبق على المسيحيين من رئيس الجمهورية لكل كتلة رغبة تشارك. وإذا عم بيطرح رئيس الحكومة أنه يصير في اتفاق على أسماء وزراء مسيحيين بالتفاهم على قاعدة وزير ملك، فلا مانع، ولكن هيدا الشيء بده يتطبق على وزراء مسلمين. وهيك كل عقدة بتنوجد أو بتفتعل بصير حلها على قاعدة التوازي بين الجميع، وهيك بتنحل كل المشاكل وبتطلع الحكومة بلا عناد على أي مطلب من حدا. نحن منقبل بشو ما بدكم، المهم العدالة والمساواة، ومنعطي ساعتها الثقة. وإذا كمان ما بتوافقوا على هيدا الطرح، عنا طرح تاني أسهل وأفعل. شي اللي قلنا نحن بالحديث من كل شيء له علاقة بتشكيل الحكومة، وخدوا منا ثقة بالمجلس النيابي مقابل شروطنا بالإصلاح. نحن يلي بهمنا من هالحكومة هو الإصلاح مش مشاركتنا فيها. أعطونا الإصلاح وخدوا الحكومة، هيدي مؤايدة عادلة. أنتو تاخدوا يلي بهمكن ونحن بناخد يلي بهمنا. أمنونا الإصلاحات ومنقبل، بس ما بدنا لا وعود ولا ضمانات، بدنا الدفع سلف، بدنا الإصلاحات سلف. وهيك منكون عم نرضي كل اللبنانيين، لأنه الإصلاح هو لكل اللبنانيين مش لألنا، لكل اللبنانيين من الشمال للجنوب من الشرق للغرب. وهيك كمان منكون عم نرضي المجتمع الدولي بإصلاح وبحكومة سوا. وشروطنا سهلة بالإصلاح وبتتحقق بأسبوع واحد قبل تأليف الحكومة إذا في إرادة سياسية. أول شيء إقرار قانون الكابيتال كنترول، ضبط التحويلات للخارج. تاني شيء إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة والمحولة. تالت شيء إقرار قانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة. هول كلهم موجودين بمجلس النواب ومدروسين ومفحصين، وإذا في قرار سياسي بيلسة عامة وحدة بينقره. وبدنا خلال هالأسبوع ينعطى أمر المباشرة لشركة التدقيق لحتى تبلش بشغلة بالتدقيق الجنائي بمصرف لبنان من دون أي توقف أو عودة لورا. وهيك مع تشكيل الحكومة بتنطلق بالتوازي عملية التدقيق بكل الوزارات والإدارات والمجالس. هيدا يلي نحنا منريده من الحكومة، ومنعطيها الثقة بمجلس النواب من دون أي مطلب بخصوصا. وهيك منكون جزأنا المشكلة. شق دستوري مسائي نحنا ما قلنا علاقة فيه، وشق إصلاحي، وبصير الحل أسهل بتفكيكه، ومنكون حققنا حكومة وإصلاح مع بعض وبسرعة، وفتحنا الباب للمليارات لتجينا. هيدا الشغل الجد، يلا جاوبونا. اما هلا بدي اتوجه لرفاقي بالتيار وقول لهم نحن يا رفقاتي تعرضنا ل 13 تشرين اقتصادي مثل ما بتعرفوا، كنا نبهنا منه قبل، وحصل على شكل حصار مالي على لبنان من الخارج، وعلى شكل انقلاب علينا من الداخل بتوجيه تما اقول بامر من الخارج هالانقلاب علينا. والا
ما كان رئيس الحكومة هيك استقال فجأة وشهر فرد مرة سيف العداء علينا. اليوم عم نعيش مرحلة جديدة من هالانقلاب، من هالانقلاب علينا من خلال تشكيل الحكومة لشطبنا من المعادلة بما نمثله من مشروع إصلاحي ضد الفساد ومشروع استقلال ضد التبعية، وبمن نمثل كمكون تأسيسي بيرفض التنازل عن شراكته الكاملة ودوره ووجوده. إذن هيدي معركة وجود بالنسبة لنا، وما حدا يتعاطى معها إنها معركة وزير بالطالع ووزير بالنازل. بقلب هاي المعركة الوجودية ليكون احنا ويننا؟ نحن قاعدين عم نفكر ونشتغل بمشاريع بتخلص البلد، وكلكم عايشين هالشي بالتيار، بس هن بدن انه ينهار البلد عايامنا ويحملونا المسؤولية. قلنا دخلكم الرئيس فرنجية مش على ايامه بلشت الحرب بال75، معناه هو مسؤول عنا؟ والرئيس الجميل مش على ايامه انهارت الليرة، معناه هو وحده المسؤول عن انهيارها؟ ماشي، نحن شغالين. وخلونا اعطي مثل عن اشياء كتير شغالين عليها، مثل ملف رفع الدعم. كلنا بنعرف قديه الدعم مثل منه اليوم عم يأذي بلدنا. للحكومة المستقيلة بدها تقدم مشروع وبتعتبر حالها مش مسؤولة، ولا رئيس الحكومة المكلف بده يدق بهيدا الملف وبيعتبره بيحرق وناطر حكومة تصريف الأعمال تعمل شي فيه قبل ما هو يستلم، ولا مجلس النواب بده يبت بهالملف لأنه منه شعبي ولأنه مش شغلته، شغلة الحكومة. طيب نحن بالتكتل عنا طرحنا ومشروعنا وما منخاف نقوله ولو منه شعبي. هيدا الدعم عم بيروح قسم كبير منه خارج الحدود، للمهربين، لغير اللبنانيين، للتجار، للميسورين، ولازم يتم رفعه تدريجيا عن بعض السلع كالمحروقات، وفورا عن بعض السلع كالمواد الغذائية غير الأساسية. ولازم يتم استبدال دعم البضائع بدعم فوري للمحتاجين من خلال بطاقات تمويل شهري. مشروعنا حاضر بالتفصيل، ووزراء بالحكومة عم بيشتغلوا بشكل رائع، ولكن بدنا حدا حاضر يناقش ويبت. الأمر ذاته نفس الشيء بينطبق على برنامج النهوض الاقتصادي والمالي يلي بخلينا نطلع من هالأزمة بسرعة، إذا في إرادة سياسية للتعاون لتنفيذ كتير أمور مهمة ونتائجها سريعة على البلد والاقتصاد. مثلا لبنان لازم يعمل إجراء بيسمح له ما يدفع ما يسمى بالديون الجائرة. هلا بتقوم الأيام علينا، هاي الديون انفرضت على لبنان بسياسات معروف انه بلد مثل بلدنا ما بيقدر يتحملها بسبب فساد دولته وتواطؤ قطاعه المصرفي ومصرفه المركزي مع هالسياسات. هيدا مبدأ دولي، موضوع الديون الجائرة، وهيدا في سوابق بدول بالعالم انحذفت ديونها الجائرة. وثالث شيء، هيدا بتنطبق شروط هالمبدأ على لبنان. طيب هيدا ما بيحرز انه نشتغل فيه؟ مثل تاني لإعادة أموال المودعين ولو على فترة طويلة، لأنه نحن ما شايفين انه في حل إلا من خلال حصول المودعين على أسهم بشركة بتأسسها الدولة وبيساهموا فيها مستثمرين ومنتشرين لبنانيين، تملك وبتدير مؤقتا أصول الدولة بشكل مربح، بيأمن من جهة الخدمة السوية والعادلة لكل المواطنين، وبنفس الوقت بيعيد من خلال يعني بيرجع من خلال الأرباح أموال المودعين بشكل تدريجي. الدولة غنية عندها كتير من الأملاك والثروات والمقدرات يلي لازم
يصير في استفادة منها. وهيدي الثروات هي حش خلاصنا لعودة الاستثمار للبلد وضخ الأموال فيه. كمان هون نحن عنا مشروع وطرحينه للنقاش، أما على مستوى صغير حجم الدولة ما في حل لمعضلة الدين العام من دون وقف الهدر بإدارات الدولة. نحن بتكتل لبنان القوي تقدمنا باقتراح قانون لإنشاء وزارة التخطيط. من جهة بتقوم هالوزارة بجمع كل إدارات ومؤسسات الدولة بمحل واحد من أجل حسن التخطيط، مثل ما وضعنا اليوم. من جهة تانية بتأدي هالوزارة لتسكير مزاريب الهدر بالقانون، بتسكر مجلس الماء والأعمار، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الجنوب، صندوق المهجرين وغيرهم. طيب بعد ما اجى الوقت لهيك قرار، بيبقى الموضوع الأهم وهو تطوير نظامنا السياسي المكربج، وبيستحق نبلش حوار عقلاني حوله. نحن كمان هون عندنا مشروعنا الكامل بركيزتين، الدولة المدنية واللامركزية الموسعة، ومع ليه إذا كل مرة ذكرنا فيهم؟ لأنه صار إلنا 31 سنة فيهم، مش هيدا الطائف؟ لأمتى الانتظار؟ لحتى نشوف الناس عم تتصارع بزنودة بالشارع؟ تعالوا نتصارع بالأفكار حوالى الطاولة. وبالنهاية بدي كمان أقول لأهلي ولرفاقي بالتيار، نحن رغم كل شيء عم يحصل وعم بيصير، نحن حاملين الأمل بلبنان يلي بنحلم فيه. وتطورات المنطقة ولو بعض مخاض وخضات جاية، هالتطورات جاية لصالح استقرار لبنان والحفاظ عليه إن شاء الله. لبنان المقيم تعبان كتير، ولكن لبنان المنتشر يلي ولو عم يزيد هالأيام، ولكن عم تزيد قدرته على مساعدة المقيمين بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية. هيدي التحويلات بتفرجي هالشي، ولازم نعرف كيف نستنفره مش بس للمساعدة بس كمان للاستثمار بتطوير المشاريع الانتاجية بلبنان. نحن كلنا ثقة، نحن يعيشين على الثقة والأمل بحالنا وبوطننا. ورسالة البابا الأخيرة للبنان بتدل على وجود بعض الوعي الدولي لأهمية دورنا ورسالتنا بالمنطقة. نحن حاملين هالرسالة ونحن حراس التوازن والشراكة بالبلد، ولو كنا لوحدنا عم ندفع الثمن، إنما هيدا الثمن بيحرز لأنه مقابله خلاص لبنان وحماية وجوده. رفاقي، نحن بالتيار اجتماعاتنا إلكترونيا مفتوحة على مدى النهار، وعم نناقش كلنا بإطار الورشة الداخلية القايمين فيها بكل المواضيع السياسية والتنظيمية، وعم نعمل مراجعة لنشوف وين غلطنا وين أصبنا، ونشوف كيف بدنا نطور حالنا لنواكب المرحلة ونتأقلم مع تطوراتها. نلتقى إن شاء الله إلكترونيا كلنا ب 14 أدار بمؤتمرنا السنوي لنختتم هالورشة ونعلن نتائجها، ومنبقى دايما صامدين وأمينين لرسالتنا ولقضيتنا. بشوفكن كلكن ب 14 أدار، وبنحكي اللازم، وإلى اللقاء.